السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اقدم لكم كالعادة اسعار الدولار اليوم في السعودية، اليوم 14 اغسطس 2019. وغالبا انا شايف ان بقاله كتير جدا ما اتغيرش، في ثبات في السعر بالنسبة للدولار، عامل 3.75 ريال سعودي. وبيقولوا لي بس في كومنت كده، هو ايه يعني ال 75 دول؟ يعني احنا عندنا مثلا في مصر في الجنيه والاقل منه القرش، يعني هنا 3 ريال سعودي وال 75 دول ايه؟ بسميهم ايه؟ انا نسيت اصلا.